جبهات القتال في تعز، تحتدم المعارك فيها من حين إلى آخر، كما احتدمت في الأمس واليوم في الجبهة الغربية عندما تقدم الجيش والمقاومة في البعرارة والحصب والدحي وصولا إلى القرب من مرتفع الزنقل وتحرير مرتفع قاسم عقلان. ولا يختلف الأمر في ذباب والمسراخ والضباب والشريجة، جبهات كلها مشتعلة، والذي تكبدت فيها الميليشيات أكثر من 50 قتيلا وعشرات المصابين. تشهد الأيام الأخيرة، وأقول بالأخص بيوم البارحة للأمس، بداية انطلاقة جديدة ومنعطف جديد في المقاومة لفك الحصار عن تعز من تجاه الجبهة الغربية التي تمثل جبهة استراتيجية كونها تطل بمدينة تعز على البحر، وهي المنفذ العالمي للعالم الخارجي لتعز، وبالتالي فإن هذه الأهمية تجعلنا أمام ضرورة فك هذا الحصار، وهو ما بدأ بالأمس بعملية توسعية للمقاومة باتجاه الغرب. الحوثيون وصالح يعززون من تواجدهم الميليشياوي في تعز، ويعتبرونها خط الدفاع الأول عن العاصمة صنعاء، وهم يدركون أنها إذا ما أصبحت كاملة بيد الشرعية ستكون صنعاء كذلك، والتي أصبحت السفارة الروسية فيها قبلتهم الوحيدة، أملا في أن تقوم روسيا بما تقوم به في سوريا لإنقاذهم من حتمية السقوط. الحوثي يحشد حشدا غير عادي الآن، ما هو حول المدينة لم يكن في السابق، الآن الموجود حاليا تضاعف أضعاف مضاعفة. الآن الحوثي يحشد على مستوى الجهة الشرقية، على الجهة الغربية، يعني قبل يومين أو ثلاثة أيام أكثر من 65 طاقم نزلت من صنعاء. هم الآن يستبشرون على تعز ربما أشد من ما يستبشرون على صنعاء، يعلمون أن تحرير تعز سيكون ثمنه باهظ، ستتحرر تعز، ستتحرر الحديدة، إب، ستسقط أغلب مناطق الشمال. أبناء تعز المحاصرون منذ 8 أشهر، والذين يتعرضون للقصف المدفعي اليومي كما حدث في الأمس في حي الضبوعة، وسقط فيها 18 مدنيا بين قتيل وجريح معظمهم أطفال، ملوا الحديث عن كثرة اقتراب فك الحصار، وأصبحت أعينهم ترقب ساعة الخلاص منه. هنا في دوار المرور يتقدم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، فيدفع صالح والحوثي بتعزيزات كبيرة إلى تعز بهدف تأجيل ساعة السقوط، لكن تعز تقول لهم السقوط آت لا محالة. محمد الحذيفي، الإخبارية، تعز.